السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على خير الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة ترضيه وترضى بها عنا، صلاة تنفك بها الكرب وتنحل بها العقد. أصدقائنا ومتابعينا في قناة يوميات محامي، أهلا وسهلا بحضراتكم، ويا رب تكونوا بخير وسعادة. في الفيديو ده عاوز أسأل سؤال وأجاوب عليه في نفس الوقت، هل ينفع أبني بدون ترخيص الأيام دي، سواء كانت الأرض اللي أنا هبني عليها داخل الحيز العمراني أو خارج الحيز العمراني؟ استلمت نموذج 10 ما استلمتش لسه نموذج 10، وهل قانون التصالح هيفتح مرة أخرى؟ هرد على السؤال ده، بس يا ريت فضلا وليس أمرا حضرتك دعمنا معنويا بعمل لايك، لأن الفيديوهات لو ما تعملش عليها لايكات كتير، ده اليوتيوب اللي بيقول ما بتنتشرش، او لو احنا بنقدم معلومة فيها فايدة الفيديو ما بيتحركش. فياريت فضلا وليس امرا، لو لسه او شايف ان احنا بنقدم معلومة مفيدة ياريت، بس اللايك مش هيخسرك كتير يعني، بس على اساس ان المعلومة يقدر الناس تستفيد بيها. في ناس بسيطة جدا جدا حضرتك لا تتخيلها، ممكن تكون في معلومة متوفرة عند حضرتك، لكن للأسف في ناس كتير ما عندهاش المعلومة وياريت توصل لها المعلومة. فبس عشان كده موضوع الكلام كتير على موضوع اللايك والاشتراك والشير والكلام ده، ندخل في الحدوتة على طول. هل ينفع أبني بدون ترخيص الأيام دي؟ هل ينفع أبني بدون ترخيص الأيام دي؟ هل ينفع يكون معايا ترخيص وخالف شروط الترخيص؟ قولا واحدا ما ينفعش، ما ينفعش حضرتك في الأيام دي تبني بدون ترخيص، سواء داخل حيز سواء خارج حيز، لأن الوضع الحالي لا يسمح إلا بأن حضرتك تتخذ الإجراءات القانونية وانت بتعمل أي مباني، أي تغيير، أي تعديل، أي ترميم في العقار بتاعك، لازم تحصل على ترخيص من الجهة المختصة. أنا بقول لحضرتك ليه الكلام ده، كان في السابق ممكن يتم غض الطرف عن بعض المخالفات، حضراتكم عارفين كانت الدنيا بتمشي ازاي. الأيام دي لو في حد بيقول لك ابني وخالف أو تعدى مثلا على أرض زراعية والأمور هتمشي، الكلام ده مش صحيح، واللي بيقول لك كده هيورطك. طيب حد بيقول لك ابني مخالف عشان بعد كده هتعمل محضر، هيتعمل لك محضر وقانون التصالح هيتفتح مرة أخرى، هقول لسعادتك إن قانون التصالح اتعمل بشكل قانون استثنائي لفترة معينة عشان الناس تعالج أوضاعها وتقنن أوضاع المخالفات اللي هي ارتكبت في السابق، وخلاص القانون في شهر 3 أو باب التصالح اتقفل، ما عادش فيه تقديم تاني للتصالح عشان حضرتك تتعشم او حد يعشمك ان قانون التصالح او في تصالح هيفتح مرة اخرى. الكلام ده كله لسه في علم الغيب، محدش يقدر يجزم بيه. الكلام ده انا اتكلمته في فيديوهات كتيرة، لكن انا بلاحظ من تعليقات بتاعت الناس اللي بتيجي على الفيديوهات، خلي بالكم انا يعني انا باخد من التعليقات وببدأ اعمل موضوعات عليها، يعني كل ما بتعلقوا وكل ما بيكون عندكم مشاكل وأسئلة واستفسارات، دي اللي أنا بستقي منها الموضوعات اللي أنا بعمل لها إعداد وأعمل لها فيديوهات. فأنا الأسئلة حتى لو أنا ما جاوبتش على سؤال غصب عني، يعني في أسئلة تعليقات بتيجي كتير، لكن في أسئلة موجودة في الفيديو، لو حضرتك تابعت الفيديو للآخر بتلاقي رد وإجابة السؤال. لو انا ما ردتش هتلاقيني بعمل فيديو وبرد على حضرتك في فيديو للفايده والناس تستفيد. فاذا نصيحه لوجه الله، ما تسمعش كلام حد في الوقت الحالي، حد يقول لك الحكومه هتقفل المباني واللي بنى وما بنتش في الوقت ده هتقعد 10 سنين عمال تفتح المباني والكلام ده كله، الكلام ده كله مش دقيق ومحدش معاه معلومه. حد يقول لك قانون التصالح فتح، اقول لحضرتك على حاجه تقدر تتاكد منها، اي قرار او اي قانون قبل ما يتطبق لازم ينشر في الجريده الرسميه، لازم ينشر في الجريده الرسميه،
ويعمل به من اليوم التالي لنشره. يعني عشان الموضوع هو عندنا مبدأ قانون بيقول لك ايه، عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون. يعني ما ينفعش انا اروح اقول والله انا ما اعرفش ان في قانون بينظم موضوع المباني او بيجرم البنى بدون ترخيص او اي قانون بيحكم اي علاقة انا ما اعرفش بيه، لان هو المفترض في الجميع انه يعلم القانون. عشان كده بقول لك مراحل سن القانون. حد يقول لك قانون التصالح فتح، قول له طيب هات لي القرار او القانون منشور في اي عدد في الجريده الرسميه، يبقى انت تعرف ان القانون بالفعل. وخلي بالك القانون لما بينشر بتبقى فيه لائحه تنفيذيه الحكومه بتعملها، عشان اللائحه التنفيذيه دي بالبلدي هي الطريقه اللي بيتنفذ بيها القانون. يعني زي قانون التصالح ما اتعمل، اتعملت له لائحه تنفيذيه عشان نعرف ايه الاجراءات واللي على اساسه بيتم تنفيذ القانون. اذا لغايه دلوقتي، لغايه اللحظه اللي انا بكلم حضراتكم فيها، لا في تصالح تاني فتح ولا في حاجه اسمها تبني بدون ترخيص. لو في عند حضرتك اي سؤال او اي استفسار يتعلق بموضوع المباني او غير موضوعات المباني او اي فرع من فروع القانون، احنا حاضرين تحت امر الجميع. واعذروني لو في تعليقات بتعدي يعني ما بشوفهاش او اسئله ما بردش عليها، لكن انا براجع التعليقات وبراجع الاسئله، ولو ما جاوبتش او ما لقيتنيش رديت على تعليقك هتلاقيني بعد يوم بعد اتنين رادد. وياريت فضلا وليس امرا تدعمونا معنويا بالاشتراك في القناه، ولو شايف ان احنا بنقدم معلومه مفيده ياريت تتصدق علينا باي لايك، ولو اي تعليق من عند حضرتك يبقى كتر الف خيرك. ودمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.